بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأمير الشاعر حميد العبيد الرشيد: كل شبع من حربنا يبي شبنا، غير ابن هندي لحق به ملامي. ابن هندي الأمير محمد بن هندي بن حميد رحمه الله تعالى من أمراء عتيبة المشهورين. وقد ذكر لوريمر في معجمه التاريخي أن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى لما توجه إلى معركة تربة مر بقبر فأناخ حصانه ومشى ما يقرب من 2 كيلومتر حتى أتى عند قبر ودعا لصاحبه، فلما سأله بعض من كان معه: قبر من هذا يا طويل العمر؟ قال: هذا قبر بن حميد محمد بن هندي من أشجع فرسان الجزيرة العربية. تولى الأمير محمد بن هندي رحمه الله تعالى إمرة قبيلة عتيبة بعد وفاة عمه الأمير عقاب في حدود سنة 1301، وكان من أول المبايعين للملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وظل معه مشاركا في العديد من المعارك كمعركة شنانة في حدود سنة 1323 ومعركة المجمعة في حدود سنة 1325. كل من تكلم عن الأمير محمد بن هندي وصفه بأنه من أشجع فرسان الجزيرة العربية، وقد خلف هذه الصفة، صفة الشجاعة، في ذريته من بعده الذين قتل أكثر من واحد منهم في العديد من المعارك، مما يدل على شجاعة القلب واليد. كان رحمه الله تعالى له هيبة وحضور عند أمراء النواحي، هيبة عند الملك عبد العزيز كان يجله ويقدره، وهيبة عند الشريف حسين كان يجله ويقدره، وهيبة عند الأمير عبد العزيز الرشيد كان يجله ويقدره، بل كان يستخدم هذه المحبة والإجلال في الشفاعة عند كثير من الناس. فهو الذي شفع على سبيل المثال للأمير سعد بن عبد الرحمن الفيصل شقيق الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى لما كان أسيرا عند الشريف حسين حتى أطلق سراحه، وهو الذي شفع للشاعر شالح بن هدلان عند بن رشيد حتى عفى عنه، وهو الذي شفع لجماعة من الشعراء عند الملك عبد العزيز حتى عفوا عنهم. وكان رحمه الله تعالى له دور في الإصلاح بين العديد من القبائل أو بين أفخاذ قبيلة عتيبة، كان معروفا بسعيه في قضاء حوائج الناس، معروفا ببذله للخير والمعروف. وبموته في سنة 1333 ترجل فارس يعد من أشهر فرسان الجزيرة العربية، والتي فقدت الجزيرة العربية بموته رجلا ذا حكمة ووقار وهيبة وجلال وشجاعة رحمه الله تعالى. وأثناء فهرستنا لمشروع ديوان الخليج أضخم قاعدة بيانات تعنى بتاريخ الخليج وشخصياته وأسره وقبائله وحوادثه، تمر معي وثائق كثيرة لشخصيات من قبيلة عتيبة ومنهم الأمير محمد بن هندي التي ذكرت سيرته العطرة في العديد من الوثائق العربية والبريطانية. ولعله لاحقا إن شاء الله نقف مع شخصية أخرى أو حتى مع بن هندي رحمه الله، والذي ذكره أكثر من أن يحصر في مثل هذه الدقائق، لكن لما كنت قبل قليل أقرأ في بعض الوثائق البريطانية ومر معي ذكر هذا الرجل، أردت أن أنقل جزءا مما ذكر عنه هنا. نراكم على خير.